شو وضعه؟ مفيوز، كتلة حبحبة على حشيش أبيض، والأحلام هيك مقطوعة من شجرة. في الحلقة القادمة من كسر عظم السراديب. من إمتى مندخل مشاكلنا الشخصية بالشغل؟ أورولا بتعرف بهذا الشيء؟ دكتور، هيك أمور بتضل سرية. طيّل كتمان على كلام مفهوم. فارس عم بيعمل شيء؟ أبداً سيدي. صفوان، انغاب القط العاب يا فار. ما بعرف من وين بدي بلش لك. من الأول، بلش من الأول. واللي بيجيب لك يا الهو. يخرب بيتك شو بقدر. كسر عظم السراديب، الليلة 9 مساء بتوقيت القدس على العرب 2.